ماما انا اسفة يا ماما. اسفة على ايه؟ عنتر تعالى يا عنتر. يلا بقى مضيها انا سقطتها. الحقني يا عنتر الحقني انا سقطت. يلا في داهية يلا في داهية يلا ده مش مشكلة هجوزك ست ستها. اتفضل امضي يا حاج عنتر. امضي عليها يا حاج هاني. جايمة قايمة ده بمليون جنيه يا حاج هاني. ما انت عارف ان انت ما دفعتش مهر يا عنتر، وطالما انت شاري امضي. وعندنا اعطيلك لحم. ماشي يا حاج هاني. تعالي يا ماما. ايه دعاء ده اللي انت بعتهولي؟ ودي مقابلتك ليا؟ انت كده بتتعاملي معايا كده؟ ودي مقابلة؟ انا مش فاهمة حاجة يا ماما. في ايه بس؟ دي مقابلتك ليا؟ مقابلتي ليكي في ايه بس؟ انا مش فاهمة حاجة بجد. في ايه طيب؟ ادخلي اقعدي. في ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمة حاجة. لا انت معاملاني معاملة وحشة وبتقابليني مقابلة وحشة. انا؟ اه انت. ده امتى حصل ده؟ دلوقتي. لا يا ماما وحضرتك فاهمة غلط. لا انا مش فاهمة غلط. وده موز مقابلاني مقابلة وحشة. ودي طبق بحتهولي؟ ده موز بلدي يا ماما. ده لا ده طعمه طبق ده بحتهولي فيه؟ ماشي معلش انا اسفة، ممكن اكون غلطت ان انا بعت في طبق زي ده، بس انا ما كانش قصدي. على فكرة انت مش عاجبانة طريقتك. وفريد بوزك وفين جوزك ديك البرابر؟ عنتر ابنك؟ اه. انتوا مقابلانا مقابله مش كويسه، وانت اساسا ما انتش كويسه. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى يا عنتر. ايه ياما انا جاي اهو ياما. في ايه؟ تعالى يا ديكر برابر شوف مراتك مقابلانا مقابله مش كويسه. مالها يا وده طبق جايبه لي فيه الموز؟ ياما واحده واحده بس ياما. لا 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 عملت معاك ايه وحش؟ لا مقابلانا مقابله مش كويسه. وده طبق جايبه لي فيه الموز؟ طب ما احنا بناكل وعلى طول كده مكشره له وشها. ياما احنا بناكل من نفس الموز ده ياما برضه. لا 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 ده طبق جايبالي فيه وده موز. حقك عليا انا ياما، انا هجيب لك الطبق المره الجايه صيني ان شاء الله. لا 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 بصراحه هي مش عاجباني وعاوزاك تطلقها. عن اذنك يا ماما. عن اذنك يا عنتر. اطلق مين ياما؟ طلق مراتك. طلق مراتي؟ اه. كل ده عشان طبق؟ اه لا هي مش كويسه. ايه اللي مش كويس؟ وبتعاملني مش كويس ومقابلاني مقابلة مش كويسة. وانا مش هينفع اطلق مراتي ياما. ليه؟ كده لا يا انا يا هي. ياما دي مراتي حامل، اطلقها ازاي؟ عادي تسقطها. ده روح ياما حرام عليك. لا هي مش كويسة على فكرة. ياما ده انا مضى على قايمة بمليون جنيه، اطلقها ازاي؟ عادي طلقها مضيها. مضيها ازاي ياما؟ مضيها على وصلات امانة. طب ازاي ياما انا خلاص سيب لي انا الموضوع ده عليا انا. طب بص ياما انا هخش عندها لك دعاء وانت تصرفي بقى. ماشي ماشي يا دعاء. نعم يا عنتر. دعاء معلش انت عارفه الناس الكبيره ديت برضو مخها على قده شويه، معلش اطلع راضيها بكلمتين. لا عنتر بالله عليك تعالى معايا. روحي انت لوحدك معلش، خليها عليك تقدرها زي امك معلش. بس مامتك جامده قوي يا عنتر، مش عارفه اعمل لها ايه. انا مش عارفه اراضيها ازاي اصلا. هتراضيها ان شاء الله. ماشي ماشي يا عنتر حاضر. ماما انا اسفه يا ماما. اسفه على ايه؟ عنتر تعالى يا عنتر. يلا بقى مضيها انا سقطتها. الحقني يا عنتر الحقني. انا دعاء اسمعي كده انديلي هنا. امضي على ايه بقولك؟ امضي. يلا انت ضحكت على ابني. انا بموت يا عنتر الحقني. امضي الاول وبعد كده موتي في غروب داهية. خدت حق ان ابوكي. يلا غروب داهية. يلا اطلعي بره قومي. انا بموت يا عنتر الحقني. تموت ولا تغوري في 60 داهيه تعملي؟ قومي يلا. يلا غوري في داهيه. احمد ربنا انت ماشيه على رجلك. قوميها ياما غوريها في داهيه بره. عنتر الحقني انا بسقط. يلا في داهيه. يلا في داهيه. يلا ضحكتوا على ابني. علي ياما يلا بسرعه ياما غارت في داهيه تاخدها. يلا غارت في داهيه تاخدها.
يلا خلي المليون جنيه ينفعوا. حيما مش مشكله، هجوزك ست ستها. ساتت يما مش مشكله، ربنا يعوض. ده هجوزك ست ستها، بلاش قرف.